أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين أن الرؤية الشاملة والنهج الإنساني الرفيع لجلالة الملك المعظم شكل منطلقا أساسيا للعديد من المبادرات القيمة في نشر السلام. وأثنت رمزي على مساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبناء الشراكات وجسور التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في حلقة نقاش حول الحوار بين الأديان بعنوان بناء الجسور من خلال الحوار بين الأديان من أجل مجتمعات أكثر سلمية وشمولية، حيث بيّنت عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خلال العقدين الماضيين حراكا مشهودا في مجال دعم ومساندة الحوار بين الأديان، منوهة بأن المملكة تعد نموذجا للتعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات والمذاهب والثقافات.